احلى الشغلات اللي ممكن نسويها في مدينه اوتاوا اللي هو انك تركب الكروز. الكروز بيطلع من بين البرلمان اللي هون شايفينه والشاتو لوريه. في عدة كروزز موجودة هون، رح تلاقيهم هون ببيعوا تيكتس. ممكن تلاقي برضو تيكتس على groupon.ca، بتلاقي دائما أسعار رخيصة. الأسعار هون في عندهم 2-1 للريفر، أوتاوا ريفر، واحد للقناة. زي ما انتم شايفين الأسعار 26 للقناة، 29 للأطفال، 24 و28. رح أورجيكم هلا كروز ثاني. الحقوني بس جنبه، هذا كروز ثاني زي ما انتم شايفين. ممكن تدور على اماكن. هاي اسمه كابيتال كروزز، وديك على الريدو فولز، اماكن جميله جدا. هذا الكروز بالليل اشي روعه، احلى رومانسيه ممكن تسويها انت والمدام. تحجزوا هذا الكروز، خلوا الاولاد يلعبوا وانتم انبسطوا. وللعلم برضه بتقدر تحجز كروزز من الاوبوزيت سايدز في جاتينو، برضه بلفوا تقريبا نفس المكان، في كروزز لساعه وفي ثلاث ساعات. تابعونا في الحلقات القادمه ونشوفكم ان شاء الله. عجبتكم القناه بامل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.